Zohara FM. Muž mal muža. اختتام السنة الدراسية بكل مكوناتها بما فيها النتائج الجوائز والإنتاج الثقافي. الإنتاج الثقافي اللي حضرتوه وشاهدتوه هو من إنجاز التلاميذ لا غير، وهو ثمرة عمل النوادي الثقافية اللي تشتغل كامل السنة الدراسية يوم الأربعاء مساء. نتائج المدرسية بالنسبة للسنوات الأولى والسابعة والثامنة والتاسعة، إلى حد الآن عندي 196 تلميذ فقط لم يتحصل على المعد رسبة، والبقية كل تعدوا باستحقاق. 80% من التلامذة عندهم معدلات أكثر من 14. Zohara FM. Muž mal muža.